السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف كمال مهدي يقول على أنه الفاف تقترب من حسم صفقة الناخب الوطني الجديد، والمرشح راح يكون بيتكوفيتش. نشوف ونسمع ماذا يقول كمال مهدي. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة، جاموا أبوني وشكرا لكم يدعمني بهذا القناة. يلا نسمع. الكل يترقب عن اسم الناخب القادم. المصادر تقول هنا ومن هناك تم الخيار واختيار، كان الخيار ما بين بيسيرو بيتكوفيتش، ولكن النسبة أو البوصلة مالت إلى بيتكوفيتش، وربما قد تظهر أشياء أخرى لا نعلمها، أقول في الساعات القادمة. إلى كرونولوجية المشاورات والمفاوضات مع المدربين وسيم منور، كيف كانت، كيف بدأت، وإلى أين ستكون؟ والله إلى غاية اليوم، يعني إلى غاية الساعات الأخيرة، حسب مصادر رسمية الاتحادية حاليا تتواجد في اتصالات مع مدربين اثنين اللي ذكرتهم أنت، هما بيسيرو وبيتكوفيتش. المدرب الأخير موجود في المرتبة الأولى، متفاوضوا معه هو الأول. الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان راسلهم، كان بعث لهم مراسلات. المحامين تاع المدربين هذوما في اثنين عاودوا ردوا على الاتحادية. نعرفوا أنه الأمر يعني امس وقبل يوم عطله في اوروبا، يعني ويكند اليوم، ممكن جدا، يعني ممكن جدا اسم الناخب الوطني الجديد سيتم عنه الاعلان عنه غدا او بعد غد على اقصى تقدير. رغم انه البدايه كانت وسيم بن عوار رغم انه الامين عزوز وجاب من السودان كانت مع كيروش بالفعل، يعني ولكن الذي حدث كانت فيه يعني كان تقريبا الارضيه صورة، كان فيه اتفاق مبدئي بين الاتحاديه وكيروش. الاتحاديه المره هذه نشوفوا انها فضلت الصمت، يعني ما الهام تقريبا فيها صمت كبير من الاتحاديه تتفاوض فيها صمت، لان سريه كامله خذت الدرس من قضيه كيروش. لما خرج اسم كيروش شفنا الكثير من الانتقادات، وكيروش اعتذر عن تدريب المنتخب الجزائري رغم انه كان هو الخيار الاول للاتحاديه. اعتذر لانه شفنا كلام كثير تحدث، ضغط اعلامي وضغط كبير من الجماهير، ضغط سلبي. اليوم الاتحاديه فضلت خذت الدرس، مع الناس وصلت حتى قالوا انه كيروش مريض بالزهايمر. هو لما سمعني وصل الاشياء، سمع الشيء هذا، كان المدرب هذا اعتذر، الاتحاديه اخذت الدرس. اليوم هي تفاوض في الاعلان المصري، تحدث حول هذه النقطه، حتى الاعلان المصري بالفعل كان في حديث كثير عن المدرب لما اصلا الاستقاله تاعو من المنتخب القطري، يعني شهر قبل كاس اسيا. لكن كان هو يعني بصراحه كان هو الخيار الاول للاتحاد الجزائري في البدايه، بعد ما تراجع هو عن تدريب المنتخب. اليوم في المرتبه الاولى بيتكوفيتش هو الخيار الاول للاتحاد الجزائري لكره القدم، وانت كما تعرف ما يقدرش الاتحاديه تفاوض مع مدرب واحد، لانه في النهايه قادر في اي لحظه تخرج مستجدات تعطل الصفقه هذه. اليوم فيه موافقه مبدئيه من بيتكوفيتش، وكذلك الاتحاديه عندها موافقه اخرى من بيسيرو المدرب السابق لمنتخب نيجيريا. محمد امين عزوز، هل ذهب الى بيتكوفيتش ترى هو الخيار الانسب في هذه المرحله الانتقاليه التي يمر بها المنتخب الوطني قبل الدورة الدولية التي ستنطلق بعد أيام إن شاء الله؟ نظن من الصعب يعني نقوله الآن هل بيتكوفيتش راح يكون الخيار الأنسب، لأن احنا حتى نشوفوا العمل تاعه واش راح يقدمه الفريق الوطني سولا كوب تاع هذا المدرب باش تقدر تعرف. بس كنت انا نقول الخيار الأنسب من خلال سيرته، البعض يتحدث عنه بأنه قوي تكتيكيا، يتعامل جيدا ويتواصل مع اللاعبين جيدا، يعني بإمكانه أن يخلق جوا مريحا وسط اللاعبين. سؤال تاعي راك تقول راني داكور معاك، وماشي نيمبورت كال سيليكسيونور يكون في منتخب سويسرا، يعني منتخب جيد وكان كانت عنده نتائج جيده، ومع بيتكوفيتش لعب كاسي عالم وكان روندمون تاع الفريق السويسري في المستوى. نظن احنا ما نقدرش نعقبه، يعني هل هو الاحسن، كل واحد واش يحب، ممكن واحد يشوف مدرب واحد اخر، هذه من المسؤوليات الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. لابد أن تحترم. ولابد نعم باش يكونوا مصيفين، لابد أن نرافق هذه المرحلة الهامة والحساسة، لأن بالفعل مرحلة هامة حساسة انتقالية وتصفية الحسابات، حطوها جانبا مصلحة للجزائر وللمنتخب الوطني لكرة القدم. سي جمال سعودان. الكلمة الأخيرة تعود إلى المكتب الفيدرالي عبر الرئيس المتمثل في وليد سعدي، والاختيار تاعو اليوم كما قال انا جو رجوان امين اون فوا جوجي سو لو تيران. مواقع التواصل الاجتماعي ليست بمعيار ومقياس، يقدر الشخص واحد عنده 1000 صفحه
ويأطر لك يبعث لك من هنا ويبعث لك من هنا وتدخل للجمهور والشعب كله وراه. كاين ظاهرة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين ظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي لما ينزل خبر يعلق الأول مليح ثاني مليح يكملوا كامل مليح، يعلق الأول ينتقد الأول ينتقد الثاني الناس كلها تنتقد. أنا واش حبيت نقول، كاين حقيقة. بصح خرجتوني الموضوع دخلنا في واحد. لا معليش، كاين أنت علاش قلت ثلاثة؟ عندك الحق صافي دير مملي مدى بهم يكمل البرمادي والبرمادي ما يكملش، بصح حنا اللي يهمنا هو المنتخب الوطني. بارك الله. هذا الباب اللي حبيت نجي باسكو تحب ولا تكره كاين بزاف. لا تزول بزاو الرجال. صح. المنتخب لا يزول بزاو المدرب. صحيح صح. جمال بلماضي لا ماركي الباساج تاعو في المنتخب الوطني. كرمالي ايضا لا ماركي لو باساج تاعو. سعدان كرمالي. خالف في لا ماركي. سعدان لا ماركي. رانا في مرحله عباك راه تعاود تدور وتعاودوا ترجعوا لي المرحله السابقه. انا الناس خلونا نافونسي نقدموا امين الله يرحمه. جوستومون بور افونسي. ما جيناش انا باش نردي فلان نردي على قال الله هذا شجاع وهذا جريء او تكلم على الموضوع. احنا ماذا بينا نروحوا للمنتخب. انا علاش هذا الجواب جواب عنده معنى بارابول سؤال تاعك لماذا؟ لماذا انت قلت بسلاسه؟ يعني احنا رانا باسكو كاين الناس راهم يمانيبيليو في لي ريزو سوسيو جو رجوع الاخر ماذا بينا الجماهير مثلا كي تروح للملعب الاهم لما الفريق الوطني يلعب هو الفريق الوطني ساندوه. ما نروحوش في استيطان بين لي بوري كونتر بالماضي. صح وهذا هذه حقيقه لازم نقولوها. علاش ما توجهوش يا مانيش حاب نخرج على الموضوع تاعي، مانيش حاب نحارف على الموضوع تاعي. بارك والله البارون. معليش تفضل. انا والله ماني حاب نتكلم على النخب القديم ولا اللي اتي. رانا قلنا بارك الله فيك. انا نحترم عليكم نحترم عليكم. نقول لك على المنتخب هو الاهم. راني من راهي من صالحيات مكتب في ديرا. ولكن يحق لنا اليوم وغدا وقبل اليوم وبعد غد ان نتحدث على جيستيون دو فيديراسيون ان نون بيبليك جيستيون من حقك حق سي مسعود. تفضل سي مسعود. امين بامكانك التدخل. الان اسمح لي سي جمال، الناس من حقها تنتقد المكتب الفيدرالي كما تقدر تنتقد الخيارات، لكن لما يكون الانتقاد مبني على معطيات ولا انتقاد بناء. اليوم كاين ناس يحبوا يصفوا حساباتهم مع الاتحاديه يضربوا المنتخب الوطني، في النهايه يصفوا حساباتهم مع الجزائر وماشي مع الاتحاديه. اليوم ممارسه قديمه. لا مش ممارسه قديمه، مش ممارسه قديمه، هذه انها ممارسه قديمه. وكان كان لما انت مدرب كان اسمح لي اسمح لي اسمح لي نكملها بارك الله فيك. والله معليش مع كل احتراماتي والله ما خرجنا على الموضوع. انا اتحدث عن ناخب قادم، اتحدث عن مرحله قادمه، اتحدث عن المستقبل كيف سوف نسيرها خلال شهر الماضي. تحددوا المرحله، هذه المرحله سيتم فيها الخيار. فعلي الوسيم فعلي الوسيم سيتم فيها الخيار. نعم. والاختيار ولابد ان نحترم هذا الخيار. المرحله القادمه لهذا الناخب رفقه امين عزوز وحتى جمال سعود النقاش مفتوح بينكما. هل الاعتماد سيكون على اللاعبين اللي شاركوا مؤخرا في الكاس الافريقيه الاخيره ام سيتم الزج باسماء جديده ربما قائمه لاعبين تميزوا في الاونه الاخيره في البطوله الوطنيه او ربما للاعبين الذين تالقون في بطوله اوروبيه بطولات اوروبيه لم يستدعوا في النسخه الفارطه؟ اكيد ان الاتحاديه والمديريه الفنيه ستقدم بكل تاكيد تقرير مفصل لهذا. هي اعتقد انه من السابق لاون وباشي لما نتحدثوا على اللاعبين اللي راح يجوا. لماذا؟ لانه لحد الان ما نبناش المدرب اللي راح يكون. ممكن الان كل المؤشرات تقول انه بيتكوفيتش هو المدرب، ونعطيك بالاسباب اللي رجحت الكفه تاع المدرب هذايا. أن المدرب هذا بقى 7 سنوات في المنتخب السويسري. الاتحاد السويسري لكرة القدم لو كان ما شافش العمل اللي قام به المدرب هذا لا أعتقد ما يخليش 7 سنوات، لأنه 7 في سويسرا ما راح يتأثروا لا بالجماهير لا بالصحافة لا بحد. الشيء الواحد ممكن اللي خلاه 7 سنوات هو العمل اللي كان يقوم به مقارنة بيسيرو. بيسيرو المنتخب السويسري طلع المستوى تاعو. لاعبين انا نظن سي وسيم الامر ما راحش يفصل فيه الناخب الجديد مهما كان اسمه. جمال قال بلي كاين ان ديريكسيون تكنيك اللي عندها لا ليست لارجي فربما راح يوقع في الاختيار في مشبوك. احنا نهضروا بدينا في وقت من الاوقات نتكلم على ريكونستركسيون لو راجينيسمون تاع فريق وطني. بدات المرحله تاع لو راجينيسمون مع اتيان تاع ايتنوري شيبي قويري عوار هادو مسكا عموره هادو كاو والناس وكاين كثيرين عدلي اللي تحدثوا عليه كيتا وعناني 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 قادري عبد القاهر لم ياخذ حقه. هادو 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 معروفين ورايحين يكونوا سيرتينمون في المنتخب.
كالي ليسبري دو لا ريكونستركسيون، اعاده بناء هذا الفريق اللي كان المشروع الناخب الوطني، هل هو مشروع في حد ذاته تاع لا ديريكسيون تكنيك، ستادير شركه فيه لا ديريكسيون تكنيك وراح تكون فيه ان كونتينيتي. ديريكسيون تكنيك يدخل انه علاقتها مع المنتخب الاول هي علاقه فوقيه، لا اعتقد انه حتكون عندها علاقه مع المنتخب الاول. حتى وسيم هي نقاش مفتوح. باش نتفقوا واش راكم تقولوا في زوج عندكم الحق، ولكن مادام مرحله انتقاليه هل راح يهضر مع مديريه فنيه؟ وهذه من الاخطاء، اسمح لي امي فقط، هذه من الاخطاء التي ارتكبت مع الناخب الماضي. ولا مره كان فيه تقرير تقني بعد نهايه اي منافسه. اليوم مدرب، اي مدرب يجي ما راح يوجد حتى تقرير تقني في الاتحاديه. ولماذا؟ والسؤال المطروح هي ان تكون كنا نتكلموا على النهايات. النهايات كانت تكون ان برينسيب افيك ان رابور تكنيك. انا نظن دونك العام لا دي تي ان دوك عندها ان رول، تعطي له لا ليستي لارجي على حسب الاناليز تاعي ايفا بلوس اكسي ليفيكتيف تاعو على اللاعبين الجدد. و جو بونس كاين بزاف اللي راهم في المنتخب الوطني اي سون فان كارير ما شكيتش راح يكملوا في المنتخب الوطني. طبعا الطاقم الفني وسيم بن عواره سيكون طاقم فني جزائري حسب الاصداء. اكيد اكيد ربما اكيد المؤكد انه راح يكون فيه في الطاقم الفني راح يكون فيه اسماء، فيه مدربين محليين. ما عنديش الاسماء رغم انه بعض تحدث عن نغيس مثلا، الكثير تحدث عن نبيل نغيس بحكم انه سبق خدم في المنتخب من قبل. كركوف انا فقط على قضيه الاسماء، نركز على قضيه الاسماء. اعتقد راح يكرر نفس السيناريو اللي داروا فايدا ليلوزيش لما جا المنتخب الوطني، جاب كل الاسماء في البدايه، استدعاهم، جاب الاسماء كلها، لكن بعد ذلك بدات تصفيه التعداد، بدات غربال التعداد بداية من مباراة تذكرها الجزائر الخضراء ضد الجزائر البيضاء اللي كانت نهاية تما، ثم انتهى الجيل تاع زياني وعنتر يحيى وكانت بداية جيل جديد. اعتقد اليوم راح يفتح الباب للناس كامل، اللاعبين كلهم راح يكونوا حاضرين، ابرز الاسماء وبعدها المدرب كله. هل يحق لنا انتقاد التشكيلة التي سيعلن عنها مثلا في شهر مارس؟ اعتقد انه الان انتقاد تاع التشكيلة، اعتقد انتقاد من اجل الانتقاد ما عنده حتى معنى. الان لما شهر مارس يوصل، وشهر مارس في النهايه دوره وديه، المدرب ما لازمش ندخموها، لانه في النهايه الدوره وديه جات في وقتها، المدرب ياخذ فكره على التعداد كله. بعدها اهم حاجه راح تكون في شهر جوان المباراه. ليس بالامر الهين وليس بالامر السهل، كما تعرف انت الشعب الجزائري والمناصر الجزائري شغوف يحب النصر ويحب ينتصر ويحب المجموع. احنا نتمنى انه تكون الجماهير تكون بهذا الاسلوب العقلاني وامور من هذا، ولكن صعب صراحه. دورنا هذا السيد سعودان، المدرب دورنا اليوم دور. دورنا ان نرتقي بهذا الجمهور، دورنا ان نوعي هذا الجمهور، دورنا ان نرقي. نعم، انا معاك، انا مانيش نقول، انا راني نتكلم ونتحدث على لا رياكسيون تاع الجمهور. كنا نتحدث فيما قبل انه الحديث بين الشباب وين تروح، في المقاهي، في الصحف، في اليوتيوب. بالنسبه للناخب الوطني جاء ما جاش، رايح ما راحش، امور ليكيب ناسيونال، تو الموند فا اتوندر واش هذه هي الانطلاقه الجديده. احنا اللي يهمنا هو منتخبنا الوطني بغض النظر عن الاشخاص، من كان ومن رحل ومن سيرحلون. وعدنا اللي خدمناه المنتخب الوطني يكون في احسن ظروفه. عندنا رهانات مستقبليه في تاريخ 2025 و 2026، نريد ان نكون في مقويه. هذه المباراه الوديه تاع مارس فرصه للتعرف على تعداد جديد، على اسماء جديده. والناخب، انا نزيد نقول لك حاجه بكل صراحه سي في افيك لي مويان دوجوردي، بالامكانيات الموجوده اوجوردي سي كمال، راه سي بزاف الكليك، راك تعرف ان شاء الله تعرف لا كومبوزون دو ليكيب، تعرف شكون هما لي جوار وين راهم يلعبوا وتشوفهم وديرهم قبل ما تجي. بصح ان شاء الله برك يكون حل نهائي لازمات تاع ارضيه الملعب، خاطر هذا جاي من سويسرا، جاي من اوروبا، موالف يخدم يعني في ظروف جيده. ما صرناش كيما بعد عندك معلومه نيلسون مونديلا في ابا حلا ملعب 5 جويليا، شفنا الكفاءه الجزائريه واش فعلت في نصف ملعب 5 جويليا. ولكن هاد الملاعب لازم تقعد في المستوى طيلة الموسم، ماشي اليوم تلعب، ما بدينش هاد الملاعب للمنتخب الوطني فقط،
لازم الانديه يلعبوا في وهران، يلعبوا في براقي، في بليده، سقط تاع سقطينه، جات في عنابه، كاين ملعب ويره راح راهم يعاودوا التهيئه تاعو، راح يبنيو ملعب تيزي وزو. ايضا الارضيه تاعو راهي قال لك ملعب تيزي وزو دقيقه برك، ماشي المنتخب الوطني هاني نهضر يعني البرنسيب لازم البلوس، لازم ريكليو بروبليم تاع لا كاليتي دي تيغ. ارضيه ملعب سيدي موسى تعاود ترجع كيما كانت مليحه سيدي موسى. لا الاتحاديه فقط عندها اسبوع داروا مناقصه واختاروا شركه من اجل اعاده العشب لملعب التدريبات سيدي موسى. في الطرابلس الاخر كان مليح الاخير الشركه هذه اللي راهي تخدم في 5 جوي خدمتها باهي، ديروا 3 ماتش سكسيسيف ولا قال اللي كبروا في السن وكانوا اللي راحوا غاضبانين واللي ماهوش عاجبهم الحال واللي قابلين ومش قابلين، كيف راح تكون الرياكسيون تاعهم؟ شفنا مثلا اسمح لي برك، كيف راح تكون الرياكسيون تاعهم مع لونترينور مع لو نوفو انترينور؟ هذه كلها سي دي شوز ا جيري، وهذه يا سي كمال تسمح لي سي نقول ماشي احنا سي با زانو دو الفير. جو بونس كو لا فيديراسيون هذه سيفيزامون بيان دوتي و بيان كونسيي apparemment راه مي كونسي كاين دي كونسي بي الباس سو بريباري ا سيت ايفونتواليتي نهار يكونوا وجه لوجه اللاعبين مع المدرب الجديد والفيدراليه كيف راح يكون لا جيستيون تاع المستقبل. لا لا بصح الحاجه المليحه الخطره هذه انه اللاعبين خرجوهم من الاختيار تاع المدرب. شفنا سيناريو رايفاس لما يجيو لاعبين بعد مباراة يقرروا ينحيوا مدرب. بارفوا تنجح فيها سي وسيم، انا بريزيدون نهضر لك في بريزيدون. معليش خليك بارفوا معليش يكمل سي وسيم، معليش يكمل الفكره الله ينعم. لا بصح لكن لما انت تنحي مدرب لاعبين لما ينحيوا مدرب بعد مباراة واحدة، وشفنا السيناريو تاع رايفاتس في البليدة. اليوم البارح سمعنا الامين غويري يقول من لا نعلم هوية المدرب القادم، لكن مستعدون للعمل معه. للعمل معه. وللتألق في كأس إفريقيا القادمة، اللاعبين لحد الآن رغم أنه ما شاركش في كأس إفريقيا. واش قال مونديرا؟ لكن واش قال مونديرا؟ مونديريا قال مونديريا استغفر الله مونديريا قال هو تأسف على ذهاب الماضي، لكن نفس الكلام قالوا قال أنهم مستعدين للعمل مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني. الآن المدرب الجديد للمنتخب عنده مجموعة نحبوا ولا نكرهوا، بداية التشبيب تاع المنتخب كان المشروع انطلق قبل ما يجي، رغم انه انطلق مؤخر يعني المشروع هذا بدا متاخر في المنتخب الوطني، لكنه انطلق في النهاية. اليوم المدرب الجديد لما يجي صحيح انه الملاعب اللي موجودة اليوم نفتحوا قوس على الملاعب ليست نفسها اللي كانت مع واحد الي لوزيش لما جا، نتذكروا مباراة في ملعب 5 جويلية اللاعبين كانوا بالابيض خرجوا كلهم بذلة سوداء، كارثه في هذيك المباراه. اليوم المنشات الرياضيه موجوده الحمد لله، اللاعبين موجودين اليوم، اعتقد الاهداف وهذا هو الشيء الجديد ربما مقارنه بالمدرب السابق، اليوم الاهداف محدده. لا يوجد شك على بياض المدرب يجي، عقد عباره عن صك بنكي يعني فيه العقد تاعو فيه المبلغ. فيه المده والمبلغ. اسمح لي انا اسالك سؤال برك سي وسيم في هذا الاطار، كي دير لي انت دير لي هدف انك تروح لكارد فينال لكن لا رئيس اتحادية دار توضيح في تلك التصريحات التي نسبت إليه، حط الأمور في الصدر. نفى رئيس اتحادية وليد صادي بأنه وضع شرط على الدور ربع النهائي وتلك التصريحات التي نسبت إليه قالت العدالة ستأخذ مجراها. باش نعطيك المعلومة لا لست مدافعا عن مازال الحديث على إن كنت دافنك راح نقول لك على كومبليكسيتي صعوبة تحديد الأهداف كيفاش راح نتعامل مع لا كوب دافريك وكيف راح نتعامل مع لا كوب دي مون. ايماجيني ما مشاش مليح في لا كوب في لا كوب يا ولد انت معك السي في لا كوب دافريك وتكالي في لا كوب دي مون كيفاش راح ندير معاك تحبسوا ازاي ماشي الغزال كي فخر بس انت معك السي انت الصور عندك امين عندك امين عندك سي مسعود واسب الاول هات الصور انك تدير اوبجيكتيف
مع ناخب جديد تم استدعاءه في المونديال. الهدف ربما ربع ذهبي تأهل للمونديال كما قال بعدها مرحلة أخرى ماذا نريد في المونديال؟ هل نريد ذهب الأول؟ تخيل أنت المدرب هذا يتأهل كأس العالم ويزيد يخرج في الدور الأول لكأس أفريقيا وصحيح يمشي كأس العالم إلى كأس أفريقيا خلنا يخرج فيها في الدور الأول. لا تعالوا بس أنا وريني كده وش هذا خطأ وسيم مش خطأ هذا عمر لا 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 سعودا أنتوني بابا كوسي تاريبي أفون نعم خطأ.